إخواني، التدخل والتحكم في شؤوني في شؤونكم النقابية من أجل تدشينكم والتحكم في نقاباتكم. رابعاً، واللائحة طويلة، مواصلة تفكيك منظومة المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. أخواتي إخواني، من خلال التصريح الحكومي الجديد يتضح جلياً أن الحكومة الحالية تفتقد لنموذج تنموي مستدام قادر على إخراج المغرب من أزمته الهيكلية والبنيوية العميقة. على إن الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج الحكومي ستعمل على تعميق تبعية اقتصادنا للخارج وإخضاع البلاد لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كما أن الحكومة الجديدة القديمة تسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية والتماسك الاجتماعي، مما يعني أنها ستنهز سياسة التقشف السيئة الذكر ذات الانعكاسات الخطيرة والمدمرة على الاستثمار العمومي وعلى الاقتصاد الوطني والمجتمع بكامله، مما سيؤدي إلى تفاقم الفقر وارتفاع معدلات البطالة والزيادة في الضرائب وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وتدني القدرة الشرائية للمواطنين والهجوم المعادي للعمال ولحركتهم النقابية باعتبارها الإطار المعرقل والمعيق لتحقيق أهداف البرجوازية الوطنية. وفي المقابل سترصد الحكومة الحالية أموالاً عمومية طائلة لفائدة البرامج والمبادرات التي تروج لها، وذلك تحت مبرر تشجيع الاستثمار والمقاولة وتوفير الشروط الملائمة لإنتاج الثروة ومواجهة التنافسية وحل معضلة البطالة والفقر. إنه أخواتي إخواني كلام حق يراد به باطل، لأن الرابح الوحيد من كل هذه التمويلات الخيالية التي تأتي غالباً من الضرائب الذي يدفعها الشعب المغربي والطبقة العاملة المغربية هم الأثرياء والمحظوظون المستفيدون من الريع والامتيازات والأتاوات التي تحول لهم بسخاء من طرف الحكومة. نهج سلفه حيث نص في برنامج حكومته على، وأفتح القوس، على مواصلة الإصلاحات وبالعمل على المحافظة على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية. فعن أي إصلاحات يتحدث رئيس الحكومة أتلكم التي اتخذها أو اتخذتها الحكومة الصادفة على حساب الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية؟ واختار رئيس الحكومة الجديد عدم إجراء أي مشاورات قبلية مع الحركة النقابية
خلال إعداد التصريح الحكومي في حين Yeah.